رايكم؟ حياكم الله. اليوم تحدي لنا يعني اذبح باليد وابني بالماوس بالكيبورد، فباذن الله ان نسويه من اول مره. شيء ايزي طبعا نسويه من اول مره، يعني شيء معروف. خلونا نبدا باذن الله يعني نسويها. لا ابني باليد محمد، اذا تعود انك تبني بالماوس عشان ما تلقم. ما انا بنيت عشان كذا. يا انا يا انت. لا والله من اثنين. انا وزنيتي حلوه مره. لا غير من اثنين. والله يا طهرنا الأرض، لا أزبن زبنا دوروني. لك يا رب الحمد لله والحمد لله. شفاك بالقارب. ما ادري ليه احب اني اذبح فاس. ما شاء الله بالبشات. ماما انت جديد.
انت مني ولا ضربي الخاصي ضربي. لا والله اني قاعد ابني بالغلط. الحين تزبلني الخاصي. والله ما تسلم ربي. هين تزبن هين القم القم يا الغبي يل. رب الكعبة غبى منك. لا والله انها بلغة. هنا كانت نهاية المقطع. التحدي كان صعب، معليش اني ما قدرت اسويه، بس حتى تشوفون اغلاط اني قاعد ابني باليد، اصلا ما قدرت افوز. شكرا جميعا على المشاهدة، ولا تنسى اللايك والسبسكرايب، ويلا مع السلامة.